غالبا ما تحظى قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدراسة والإعجاب لجوانبها المتعددة، بما في ذلك أسلوبه واستراتيجياته والطريقة التي قاد بها مجتمعه. أسلوب القيادة: اتسم أسلوب قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواضع والتعاطف والشمولية، لقد كان مثالاً يحتذى به وأظهر القيم التي بشر بها من خلال أفعاله، وعرف بالنزاهة والصدق والالتزام بالعدالة مما أكسبه ثقة واحترام أتباعه. لم تكن قيادته استبدادية بل استشارية، إذ كان كثيراً ما يستشير رفاقه بالاتخاذ القرارات المهمة، كما أعطى الأولوية لرفاهية مجتمعه وعمل بلا كلل لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم. الاستراتيجيات: استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم استراتيجيات مختلفة لتأسيس وتقوية المجتمع الإسلامي الأمة في المدينة المنورة وخارجها. ever الدبلوماسية: شارك في الجهود الدبلوماسية لبناء تحالفات مع القبائل والمجتمعات المجاورة وتعزيز الشعور بالوحدة والتعاون بين المجموعات المختلفة. التعليم والتمكين: أكد على أهمية المعرفة والتعليم وشجع أتباعه على السعي للتعلم والتطوير الشخصي. لقد قام بتمكين الأفراد داخل المجتمع لتولي أدوار قيادية والمساهمة في نموه ورفاهيته. 3. حل النزاعات: أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأولوية للحل السلمي للنزاعات كلما أمكن ذلك. لقد استخدم التفاوض والوساطة لحل النزاعات وتعزيز المصالحة والوئام داخل المجتمع. أبر الدفاع العسكري: في المواقف التي لم تكن فيها الدبلوماسية والمفاوضات مجدية، دافع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن المجتمع المسلم بالوسائل العسكرية، ومع ذلك كان نهجه في الحرب يسترشد بمبادئ أخلاقية صارمة مع التركيز على التناسب والرحمة وحماية غير المقاتلين. القيادة بالقدوة: